قال مصدران إيرانيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي القيام برد محدود على إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، كما نصحه بعدم شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين وفق ما نقلت وكالة رويترز. هذا وذكرت المصادر أن رسالة سلمها سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران. ولفتت المصادر إلى أن طهران ضغطت أيضا على موسكو لتسليمها طائرة سوخوي 35 روسية الصنع. هذا وكانت أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران طلبت من روسيا الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولها إن طهران قدمت طلبا بذلك إلى موسكو، وأن الأخيرة بدأت في تسليم رادارات ومعدات دفاع جوي متقدمة. ورغم حرص موسكو على التأكيد بأن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويغو إلى طهران مبرمجة منذ فترة سابقة، إلا أنها أي زيارة حملت دلالات مهمة من حيث التوقيت وأجندة الحوار المطروحة خلال اللقاءات المشتركة في طهران. شويغو الذي يعد من أكثر الشخصيات الفاعلة قربا من الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات منفصلة مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان ومع رئيس الأركان محمد باقري قبل أن يلتقي الرئيس مسعود بازشكيان. وبحسب مصادر روسية فإن زيارة أمين مجلس الأمن الروسي مرتبطة بتطورات الوضع الإقليمي والدولي الحالي وبحاجة موسكو لمعرفة حجم الرد الإيراني المحتمل، وذلك لمنع أي تصعيد قد يؤثر على الملفات الرئيسية التي تهم الطرفين وبينها الوضع في سوريا وفي محيطها. كما أن الزيارة بحسب المصادر تأتي لاستطلاع رؤية القيادات الإيرانية الجديدة للملفات الخارجية المرتبطة بإيران كملفها النووي وعلاقاتها مع دول الجوار، بالإضافة أيضا إلى أن هذه الزيارة للمسؤول الروسي البارز متعلقة بالتحضيرات الروسية الإيرانية لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ونناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولاند بيجاموف، ومن القدس المحلل السياسي إلي نيسان، ومن واشنطن الدبلوماسي السابق الباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام بارابندي. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من روسيا الدكتور بيجاموف، لنبدأ من تصريح أو ما ينقل عن بوتين الرئيس الروسي بأنه طلب من المرشد الإيراني بأن تكون المواجهة محدودة أو الرد الإيراني أن يكون محدودا على إسرائيل. لماذا تطالب روسيا برد محدود؟
كيف تقرأ روسيا هذه المواجهة المحتملة الإيرانية الإسرائيلية؟ مساء الخير أستاذ سارة، تحياتي للضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. يعني هذه الفرضية طرحتها وسائل الإعلام الغربية في الدرجة الأولى الأمريكية منها، ولكن أعتقد على الرغم من أنه لم تكن هناك التفاصيل، مزيد من التفاصيل في مصادر روسية، ولكن هذه الفرضية قريبة جدا من الواقع. بالتأكيد شويغو وصل إلى طهران في الظرف الحساس جدا، وهذا على خلفية تطورات الأوضاع في المنطقة، على الرغم من أنها هذه الزيارة كانت مخطط لها. وآخر مرة عندما التقى شويغو بنظيره الإيراني كان الحديث يدور عن الشراكة الاستراتيجية. بالفعل في شهر يونيو تم وضع الحروف النهائية للوثيقة الاستراتيجية للاتفاقية المقبلة التي يجب أن يوقعان عليها رئيس روسيا ورئيس إيران في أكتوبر في مدينة كازان في قمة بريكس في روسيا. فلذلك كل شيء يعني في نعم. ولكن دكتور لاند، كيف نفهم تصريح بوتين أو ما نقل عن بوتين مثل ما ذكرت ونقل عن مصدرين إيرانيين في الحقيقة بأن بوتين طلب من المرشد بأن يكون الرد محدودا، كيف يفهم هذا الجواب من بوتين في وقت كذلك ينقل عن الإيرانيين بأنهم طلبوا من روسيا أن تمدهم بأسلحة متطورة من أجل هذه المواجهة المحتملة مع إسرائيل؟ هل هذا جواب واضح من الروس بأنهم يرفضون تزويد إيران بهذه الأسلحة، أم أن القراءة تكون مختلفة في هذه الحالة؟ من الصعب جدا أن نعلق على الأسئلة وبناء المصادر التي طرحتها وسائل الإعلام الغربية، ونحن لا نعرف ما هو موقف وزارة الخارجية الروسية. ولكن أعتقد أن روسيا كانت لديها خيارين، إما يعني دعم إيران وفي من في سياق الندية مع المعسكر الغربي، ولكن أنا أستبعد هذه الفرضية. وأعتقد أن من مصلحة روسيا أن تلعب دور الوسيط، وإذا انطلقنا من هذه الرواية بالتأكيد قد وصلت قد يعني قد أرسل بوتين رسالة إلى القيادة الإيرانية بحيث يكون هناك ضبط النفس، ولكن هذا يعني لا دعم ولا مساندة، يصدر الأوامر، يصدر الأوامر للقيادة الإيرانية، لا أسلحة ولا دعم من روسيا. قد يكون يعني مخطئا. نعم، إذا لا دعم ولا أسلحة من روسيا للإيرانيين على ما يبدو. هنا أنتقل للسيد إيلي نيسان. هو لا لا لا، هو ليس كذلك. هناك مصادر موثوقة إلى درجة إلى قدر ما تقول أنها بالفعل المقربة، يعني طبعا نعم، مصادر من المفاوضات تقول أن هناك الجانب الإيراني كان يطلب طائرات سوخوي أنظمة دفاع جوي، ولكن بالنسبة إلى أنظمة الدفاع الجوي يعني في رأيي الشخصي لم يجري الحديث عنها. هذا أولا. ثانيا أعتقد أن إيران لديها مثل هذه المنظومات، ولكن حتى إذا تم تزويد إيران بمثل هذه المنظومات وهو لا شيء جديد، هناك تركيا جارت إيران عضو في حلف الناتو، ولكن لديها منظومتين S-400 روسيتين، و لا شيء جديد في ذلك. روسيا يحق لها أن تورد هذه المنظومات إلى إيران، ولكن كل شيء يتوقف على إمكانات روسيا في الوقت الذي هي تدير العملية العسكرية. ربما ليس بالإمكانات العسكرية، ولكن الحسابات السياسية، تزويد إيران في هذه المرحلة يعني دخول بطريقة ما في هذه المواجهة. دعني أنتقل السيد إيلي نيسان كذلك في هذه النقطة. هل تضع إسرائيل في الحسبان روسيا وإمكانية دعم روسيا لإيران في هذه المواجهة المحتملة؟
علاقات إسرائيل مع روسيا هي علاقات معقدة، ودليل على ذلك أن هناك كانت على سبيل المثال 12 زيارة التي قام بها نتنياهو والتقى مع بوتين. بوتين كما تفضلت عندما طلب عبر شويغو أن الرد الإيراني يكون محدودا، هذا بسبب لأن هناك أكثر من 1.5 مليون يهود من أصل روسي، وهناك علاقات وثيقة كانت ولا تزال بين روسيا وبين إسرائيل بكافة المجالات، إذا كان المجال الحضاري التربوي والاجتماعي ومجالات أخرى. ولكنها تأثرت على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا. أنا أتحدث هذا الموضوع الآن. صحيح أن منذ اجتياح أو ما حدث بين روسيا وبين أوكرانيا هناك علاقات متوترة بعض الشيء. على سبيل المثال عندما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل أن تشارك في الإجراءات الاقتصادية على روسيا بسبب اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية، إسرائيل رفضت هذا الموضوع لأن إسرائيل لا تريد التدخل في الأزمة بين روسيا وبين أوكرانيا. وكانت هناك نداءات على سبيل المثال لاستدعاء ودعوة الرئيس الأوكراني لزيارة إسرائيل وإلقاء الكلمة من على منبر الكنيسة، وحتى الآن على سبيل المثال نتنياهو لم يوافق على هذا الطلب. إسرائيل تدفع الثمن بسبب العلاقات المتوترة بين روسيا وبين الولايات المتحدة، وعليه منذ أن بدأت الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا والمساعدات التي قدمتها إيران إلى روسيا بشكل خاص بتقديم المساعدات عبر تزويد روسيا بالمسيرات الإيرانية التي روسيا تستخدم بها بالحرب بأوكرانيا، وفي العام القادم ستقوم بإنتاج أو إقامة مصانع لإنتاج المسيرات على أساس المسيرات الإيرانية، وهناك تعاون ليس فقط في مجال الأمني بين روسيا وبين وبين طهران، وإنما أيضا في مجال اقتصادي. على سبيل المثال رأينا هناك جهاز مصرفي بين إيران وبين روسيا لالتفاف الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نعم، إذن تقول سيدي لي بأن العلاقات أقوى بكثير من أن تذهب روسيا إلى دعم إيران في هذه المواجهة المحتملة.